فيتامين سي معروف للبشرة، وفي كثير دراسات في طب الجلدية على الفيتامين سي وفوائد للبشرة، يغذي البشرة، يعطيها نضارة ونعومة، وعليه دراسات انه يمنع التجاعيد على المدى البعيد. الصيدليات مليانة في فيتامين سي انواع، شلون تختارون افضل انواع؟ اهم عنصر على الاطلاق هو وين محفوظ الفيتامين سي، لان الفيتامين سي حساس ويتأكسد ويخرب بسهولة جدا. مثلا هذا محفوظ في زجاجة شفافة، فيدخل تدخل الشمس تأكسده وتخربه، هني الزجاجة مو شفافة وبيضة فتعكس الشمس فما يتأكسد ولا يخرب. ثاني شيء تركيبة الداخلية، وما يكون مخفف حيل، مثلا يكون مائي وما في فيتامين سي، يعني كثير أنواع مبين عليها حيل مائية، مو مثل مركز مثل هذا. زين، بعدين قاري عنا كثير تقارير هذا ميديا، يعني من زمان أعرفه وأنصح فيه. الفيتامين سي النوعية اللي فيه إذا تقرون عنها أسكوربيك كلوكوسايد، أكثر ثبات من الأسكوربيك أسيد العادي، وفي طبعا فيتامين إي وهيالورونيك أسيد، ففي فوائد إضافية أنصح فيه بشدة بصراحة.